اليوم معي وضيفي المنولوجيست المعروف محمد لويس. حياك الله ابو عبد الله. فيك يا اهلا هلا وسهلا فيك. وضيفنا لحلقه هذا اليوم المنولوجيست احمد العامر. حياك الله ابو هشام ويا هلا ويا مرحبا فيك. هلا بيكم وشكرا جزيلا على التقديم الطيب، والحقيقه انا سعيد بهاللقاء هذا مع اني اكون مع المشاهدين. فكرك متزوج ولا عندي خبر، وش اللي ودك ش اللي ودك دك دك حق غرابي للدهر، وش اللي ودك ش اللي ودك دك دك حق غرابي للدهر. الزواج 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 ايش فيه؟ الزواج ايش فيه؟ فهمني تعال تعال، ليش خايف ليش خايف ليش كل هذا الحذر؟ ليش خايف ليش خايف ليش كل هذا الحذر؟ الزواج حبس 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 وبيبانه وبيبانه للحديد، هي ما عن اسبوع واسبوع شهر، هي ما عن اسبوع واسبوع شهر. غلطان طان طان أنا غلطان طان طان أنت غلطان أنا غلطان. لو صحيح ما حد تزوج بالبشر، لو صحيح ما حد تزوج بالبشر. الزواج جنة جنة وجنة ونعيم جنة ونعيم. أبيك تكلمني عن بدايتك في المنولوج إذا ممكن. والله كله أسمع أنا في المقابلات تحجون كذي إن حاشتني عقبات وميشنو كنا طاب من جبل ميشنو شغلة حفر قدامه. أنا ما أكل ما أظنتي. أنا أذكر كنت في مدرسة المرقاب أشبال صغار يودونا حق المعسكر الكشفي من الصبح ويردونا المغرب، لأن نحن صغار وأشبال ذي لك كشف ما يخلونا نبات. ولكن حفل السمر نحضر الختامي مالهم اللي هو يكون فيه حفل كل ليلة، ولكن حفل الختامي يكون تجمع فيه إن كان دول هناك أو شيء تيامو عن كلهم يميع ويصير عملية السمر والغناء. تمت تلوي الفكرة ببالي بغني فيني غناية. ودك تغني يعني؟ ودي أغني. انتقلت بعدها إلى مدرسة السالمية اللي أذكره كان أول من غنى المنولوج ما علي أنا. نعم. اللي لحقت عليه طبعا اللي هو كان الاستاذ عبد الجبار مزعل، افتكر الان مدرس او ناظر الله اعلم. وكنا دشيت الكشافه طبعا وتميت امنيتي اللي ابيها صارت، قمت اغني فعلا. نعم. فيعني قال لي انت تدري انك تقول حلو؟ يعني خلال النشاط اللي بالكشافه. اللي في الكشافه. اي. وكانوا اذكر الاذاعه يجونا عندهم مسجله شغله كذي ويون يسجلون الحفل الختامي او يزورونا في طلعه الاسد طلعه النمر الميشن هو. فيو في الحفل الختامي اعطاني كلمات الاستاذ عبد الجبار مزعل اللي هي اللي تخطب من برا. طيب عمرك بهذاك الوقت؟ والله عايش كذي لل 15 سنه تقريبا. نعم. وعطاني الأغنية واختاروني حق الحفل الختامي إني أغني أغنيتين اللي هي يلي تخطب من برا. نعم. وأغنية مد ريولك قد الحافك. مد ريولك قد الحافك كتبها لي الأستاذ يوسف الشراح. وهذه كاتب عبد الجبار مزعل عشان اللحن. نعمل اللحن لحناه ولكن فرقة ما عندنا، كل اللي عندنا شباب يطقون على دنبك او شيء من نوع، وعندنا واحد راعي كرديون. شوفي كرديون مشقوق نص الهواء اللي قال كذي طلع نص الهواء برا، وكل يوم زعلان علينا يا ابن صاحب الاكورديون. صاحب الاكورديون تمنن علينا يا ابن الحلال ما ماي، يعني هم الاكورديون مشقوق يتمنى. شو شغله الحين؟ نعم. فطلعت غنيت في الحفل الختامي اللي هي يلي تخطب من برا ومدري ولا قد الحال. نعم. يلي تخطب من برا عقب ما غنيتها وخلصت، يعني واحد من الربع كان يقول لي في مره عيوز تبيك. انا احسب اهلي. اي رحت ولا ذيك العيوز حلوها كانت تقول لي تعال تعال يا ولدي بحبك. انت شو اسمك؟ قلت محمد. كانت تقول كانت تبوسني مني ومني
كان تعطيني 10 دنانير. ايش حق يا 10 دنانير؟ اعجاب يعني؟ انا استغربت ايش حق حجي 10 دنانير؟ قالت انت تحكي عن بنياتنا وتشجع الزواج من الديره، هذه هديه مني لك، مشكور حجي. طيب منو اللي شجعك انك تروح للاذاعه والتلفزيون وتقدم البرنامج؟ انا جايك بالسالفه. يونا كانوا اذكر الاذاعه يسجلون الحفل الختامي، فاخذوا هذه الاغنيتين سجلوهم، ولكن تدرين جو تسجيل وبعدين فرقه ماكو، يقولون وراي لا 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 الربع بحلجهم ودنبك دنعبك للدهن عندنا، بس موسيقى ماكو، الات موسيقيه ورايح إيه الكرديون مثل ما قلت لك، انا من ذي انك اليوم زعلان وماخذ كرديونه ورايح ولا نعرف نطقه احنا. قاموا الاذاعه تسجيل تدرين مو لهناك، فقاموا يذيعونهم الاذاعه باستمرار، قاموا يذيعونهم بكثره في البرنامج الثاني. سجلتها بالاذاعه؟ طرشوا عليه قالوا لي ليش ما تسجل هالاغاني هذه في الاذاعه افضل، نبيهم تسجيل نظيف. طيب بعد قال لك قال لك الاذاعه شغله عوده هذه، والله عشان انسل الشعر والبس ذيك الدشداشه اللي شغلها عدل حق الطلعات، بس الدشداشه هذه عشان اتيسر اي الاذاعه ويعلموني الفرقه شلون يسمونه، وكان اسجل هالاغنيتين. سجلت الاغنيتين بعدها، طبعا لازلت طالب في المدرسه، ف استمروا ينقلون الحفل ايش مثل ما تقولين الختامي اللي كان يكون على مسا الدسمه. اذكر كان كنعان معانا، اذكر كان كنعان حمد، كنعان حمد هي المخرج الان، اذكره كان معانا، كان على قام على المسرح نقصر الميكروفونات اذكر انا. فكانوا هم ماخذين جانب التمثيل واحنا ماخذين جانب الغناء، معروف الجائزه الاولى حق هذيلا والجائزه الاولى حق هذيلا، في الغناء لنا وفي التمثيل وما التمثيل لهم. فسبب دخول الاذاعه طبعا الاستاذ عبد الرزاق السيد، حلو، تبناني في التلفزيون الاخ حافظ عبد الرزاق مراقب المنوعات، الاخ حافظ سجل لي مجموعه، الاخ احمد البكشي سجل لي، الله يرحمه راشد العجراني غمد روحه لينا، الاخ فيصل الضاحي، مثل ما تقولين يعني صارت الـ المساله عندي مي ذيك الصعوبه مثل ما يقولوا والله عقبات ولا ما ما ما